انه هذا ملي كيبدا يهضر على راسو وكيبدا يهضر بيديه وكذا ويعبر، وانا وبق بق بق ملي كانت تم غادي كينوض الغاز والفراشات كطير والعصافير كتغني، ملي جيت تهضر معاك قلت لا انت ما يديهاش فوق. لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفا ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو غادي نهضروا على بعض انواع ديال الاشخاص اللي من الاحسن انه الواحد يتجنبهم ويبعد منهم ويتخلص منهم نهائيا، انا اعتذر عن هذا التعبير، حيت غادي يدمروك، غادي يدمروك الحياه ديالك، غادي يدمروك نفسيا، غادي يخرجوا عليك بالعربيه، غادي يخرجوا عليك نيشان كنواجهوا يعني لا في العائله، كيكون بعض المرات في العائله، لا في العائله، لا في الاصدقاء ديالنا، لا في المدرسه، لا في الكليه، لا في العمل مثلا، بعض انواع ديال الناس وكل واحد وكيفاش كيتميز. غير هو في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على بعض انواع ديال الاشخاص اللي من الاحسن الواحد يتجنبهم. من الانواع ديال هاد الناس هذا كيكون الشخص النرجسي. النرجسي هو الشخص اللي كيعتبر نفسه هو محور الكون، يعني بحال ما تخلق حتى شي واحد من غيره على سطح الكره الارضيه، وكانه الهدف يعني الاول، الهدف الاخير والنهائي من كل هذه الحياه. ما يعني ما تصابش الى شي نهار، شي نهار مثلا مع ديك 4 ديال الصباح ولا 5 ديال الصباح دور ليك باش يهضر على راسو ولا شي حاجه اللي كتخصو، حيت هاد النوع هذا، هاد النوع هذا ملي كيبدا يهضر على راسو كيبدا يهضر بيديه وكذا ويعبر، وانا وبق بق بق ملي كانت تم غادي كينوض الغاز والفراشات كطير والعصافير كتغني، ملي جيت تهضر معاك قلت انت ما يديهاش فوق، هو كيهمو راسو. وشنو غيبدا يهضر لك؟ غيبدا يهضر لك على التجارب ديالو والعظمه ديالو، وغيبقى غادي فهمتي، وشنو يعني الحظ ديالك انت الكبير، يعني احد انت عزيز عليا ما كذا، وهادي زعما بحال انت عندك الزهر من هاد السيد هذا كاين في حياتك. يعني من الاحسن الاخوان حاول تجاهل العظمه ديال هاد الاخ هذا والعبقريه ديالو وتهنى منه نيشان من الاخر، من الاخر ما خدامش من الاخر. الشخصيه الثانيه هي هاد الشخصيه كنلقاوها بزاف في البنات، ملكة الدراما، شي وحده اللي درامية بزاف، يعني كتكون هي حتى هي شوية بنت خالة هذاك الشخص النرجسي. بمعنى آخر يعني ملكة الدراما هي من الشخصيات اللي تعاني، كتعاني بزاف وكتجرح وديما كتصاب بنكبات عاطفية ونفسية من جميع من حولها، يعني كلشي كيخونها، كلشي تيجرحها، هي ديما ضحية، وهي أكثر شخصية يعني تعرضت للخيانة من وجهة نظري نفسها. ويعني حتى هي كانها محور الكون ايضا. هذه ما يمكنش تجلس معها ولا تبكي معها ولا تسمع حتى القصه ديالها، حيت هذا الشيء كامل ما كينفعش معها. يعني الا كنتي مثلا عزيزه على هذه الانسانه يعني كتحماق عليها، راه واحد اللحظه غادي تفكروا انكم تنتحروا بجوج. راه بصح، يعني علاش ملي غادي تجلس معها وغادير بحال ما كنت تصنت بحال كتفرج داك فيلم هندي ما عرفتش سميتو ديال سيم هذا. الصراحة راه كانوا يديروه مثلا فيلم باش يعذبوا هذوك، يكون من وسائل التعذيب اللي تكون مثلا كانت مثلا في الحرب العالمية، خصهم يديروا لهم بحال هذا الإنسان يبقى يعاود ليهم القصص. المهم تالت شخصية هادي مفلسة ما كنحملهاش حتى أنايا، هو الشخص اللي تيكون متشائم، الشخص المتشائم هذا كيشوف في الحياة بواحد النظرة سوداوية شديدة. وهذا على بغيتي مثلا تهضر معاه ولا تفتح معاه شي موضوع ولا تضحك ليه في وجهه، تضحك ليه في وجهه حتى ما تحماقيش ليه. شنو الناس يقول هذا راه حماق، يا الشري انت مالك، هذا دخلت عليكم بالله وش هذا ديال العشره، هذا دابا هذا يعني بغيت نهضر في واحد الفيديو يعني بعض الطرق، يعني شي حوايج اللي كيتصرفوا بهم الاغنياء. بعض الاحيان يعني كتكون عندك واحد الفكره زوينه، واحد الفكره زوينه كتكون عندك في راسك وانت باغي تطبقها، ملي كتجي كتقولها لبنادم، كتقولها بحال هذا النوع، هذا الماركه ديال هذا البشر كيفشلك، حيت متشائم. يعني هذا يعني في اي فكره كيقلب على الحوايج الخايبه
كيحطمك من بعد كتلقى ديك الفكره اللي انت كانت طبق كانت في راسك طبقها واحد ونجحات ديك الساعه كتندم. يعني يا الاخوان هاد الاخوان هذا راه هذا الشخص بوحدو هذا راه في الحياه دي هذا كافي لتحطيم السعاده ديالك. اي عنوان الفرح اي بسمه امل صغيره غادي يحطمها غادي يحطمها واخا ما عاد شنو دير متشائم. هذا ماشي ديال العشره هذا ماشي ديال العشره هذا. رابع واحد هو الشاكي اللي كيتشكى بزاف. شوفوا الاخوان نقول لكم نديكم نيشه احنا كاملين عندنا مشاكل راه ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش مشاكل غير وجود هذا الشخص هذا تحديدا في الحياه ديالك هو سبب يعني رئيسي في القاء نفسك ضمن حياه ضمن بحيره. يعني بحال اللي كترمي راسك في واحد البحيره يعني عامره بدوك الكروكودا هذوك التماسيح. يعني بحال اللي هذا غيدمرك يعني غيدمر الجهاز العصبي ديالك وغيخلخلك. علاش هذا كيتشكى من كاع الظروف؟ كيتشكى من العائله، كيتشكى من الخدمه، كيتشكى من القرايه، كيتشكى من التليفون، كيتشكى من الماء، كيتشكى من الضوء، كلشي هذا كيتشكى من كلشي. يجي يتشكى من الدوله، كيتشكى من كلشي. ملي كتريح معاه ولا تريح معاه في قهوه ولا تخرج معاه تتمشى معاه غادي وكيتشكى. يشوف شي واحد عاوتاني كي غادي كيضحك غادي وكيتشكى. يعني خايب هذا من الاحسن انه الواحد يبعد منه حيت ما كيعرفش هذا اصلا. يعني لا يضحك لا يهضر لا يفتح معك حتى شي موضوع. المهم هما راه كاين بزاف ديال الشخصيات. كاين باش نختصر لكم الفيديو كاين الشخص اللي تيكون عصبي هذاك بحال هكا بحال غادي مع بركان في اي لحظه ينفجر هذاك غتم غادي معاه. اللي ضحك ولا شاف فيه ما كتشوف فيا بوت 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 طبق هو نوض لك صداع. هذا هو خطير. هذا يعني هذا خاصو يمشي يتعالج. كاين كذلك الفض اللي ما مأدبش ما 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 تي ما ما كيحترمش الناس كيبقى غادي ويقول هضره خاسره كيجلس معك مثلا في ريستورون ولا شي حاجه يقيك بواحد الطريقه خايبه. يعني شويه هذا كاين بزاف كاين كذلك هذاك الشخص اللي تيكون حالم بزاف. كاين هذاك اللي تالف ما عارفش اصلا الطريق ديالو. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا ما بغيتش نطول عليكم بزاف. ما تنساوش ديروا جامع الفيديو وضعوا تعليق كذلك على الفيديو بارطاجيو الفيديو عافاكم الاخوان. ما تنساوش دعمنا بنشر هاشتاغ جمال الفا ديروا اشتراك على القناه. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفا ليصلكم كل جديد. للتوصل بكل جديد على قناة جمال ألفا المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي وستصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.